Donc, بالنسبة للإكزرسيس الأولاني، عندنا دونك أن بروغرام، نشوف à chaque fois les variables. Oui. بربي تكبر شوية الإكران على خاطر مش تبدا واضحة، يعني الباج هذيك اللي هذا عندها يا كبرها شوية كنت نشوف. اسباني. باهي اوكي هكا. اي ميرسي مسيو. يعني حتى كان ما معناها تحب تتبع خير دو بريفيرونس تمشي لجوجل كلاس روم. هو الواحد سيريا هاي داكورد موجود على جوجل كلاس روم، اي حلها ميرسي عندك وتبع خير. فهمتني؟ او تزيد نكبر انا تتوسع في الواحد ميرسي. غير ب دونك عندنا ال دونك البروغرام هذايا باش نشوفوا اشاك فوا الفالور نتاع ال ا وال بي وال سي وال بي 1 وال بي 2 شنو يوليو ابخي شاك انستركسيون. ب دونك نبداو بالطرف. باهي دونك لهنا اش عندنا لهنا؟ عندنا انت ا ايكال 1، انت بي ايكال 2، و انت سي ايكال 3. دونك لهنا دونك هذوما 3 زونتي هاك حاطين فيهم 1 2 3. عندي لهنا دو بوانتور، دونك انت ايتوال بي 1 ايتوال بي 2. دونك يقولوا بوانتور سي كوا ان بوانتور؟ ان بوانتور il va contenir une adresse d'accordo، دونك une adresse نتاع ان entier. D'accord. Donc, on a dans la mémoire des variables, et chaque variable a une adresse. Adresse, c'est placée dans la mémoire. D'accord. Donc, les pointeurs, ils servent à conserver donc les adresses et les mojoudines dans les variables. D'accord. Donc, un pointeur, il va servir à contenir des adresses de variables. B. Nabdeu donc l'oulanaya. L'oulanaya, je connais donc l'année. P1 égale l'adresse de A. Donc, j'ai l'année. P1 égale l'adresse de A. Donc, le A, je te redonne, rien ne va changer, juste le P1, je te redonne l'adresse de A. Donc, là, P2 égale l'adresse de C. Donc, là, juste un câble fait à choix. Donc, l'année P2 égale adresse de C. Et je t'en bien sûr 1, et 2, et 3. Donc, l'adresse de A, et voilà l'adresse de C. C'est ma petite modèle. Étoile, donc, P1 égale étoile P2 plus plus. Et je t'en ب لهنا دونك ايتوال بي 1 ايغال ايتوال بي 2 بلس بلس. ب البي 1 والبي 2 شنو هو هذاك؟ نقولوا احنا بي 1 بي 1 واش سي هو البي 1 في لادريس دو ا كي نقول ايتوال بي 1 من لادريس دو ا الفاريابل معناها عباره كي تعطي ايتوال بي 1 عباره قلت راهو سي ا directement le contenu de la variable il pointe à le pointeur. Moi, le pointeur il pointe sur une variable qui trotte étoile P1, manière le contenu de la variable il pointe à P1. Le P1 il pointe à la chcon, puis l'adresse de A il pointe à A. Qui colle étoile P1, manière colle la chnaw le net en ktable nekhir. Colle étoile 1, manière A. دونك هنا ايتوال بي 1 هذايا هي بيدها عباره كتبنا ا كال ايتوال بي 2. ايتوال بي 2 شنو فيها؟ فيها سي، معناها سي دونك سي بلس بلس. يعني شنو تعطي هذايا حسب رايكم؟ شكون ينجم يجاوبني؟ ا ايكال سي بلس بلس. ا ايكال سي بلس بلس، زعما شتعطي هذايا؟ حتى في الشات اللي عندوش ميكرو نجم يقول لي
I guess à 4 normalement monsieur. Et 4 oui, شكون الاعطي خو 4. Aïe. Allez, 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 monsieur, c'est le dit 1, c'est toi les 4, ou bad l'a t'es 4. B. معناها زوز ياخذوا 4 لا في الكام تاعنا هذا الأ باش تاخذ قداش هي السي 3 باش تاخذ 3 والسي باش تاخذ 4 باش نقول لكم علاش كي تلقى انت فما خاطر في السي فما دونو معناها دو نوتاسيون فما مثلا تنجم تعمل مثلا ما عرفش انا سي بلس بلس تنجم تعمل بلس بلس سي برضو دونك فما دو نوتاسيون كي نعمل انا هكا مثلا أ كما عملناها A إيكال C بلس بلس وإلا A إيكال بلس بلس C شنو الفرق بيناتهم؟ في النوتاسيون الأولى كيس كيل فافيغ باش يصب في وسط الـ A الكونتوني نتاع C ومن بعد ما يصبها شو يعمل؟ يولي C إلفا لانكريمونتي معناها يعمل لانكريمونتاسيون ومن بعد ما يعمل لافيكتاسيون معناها يعمل الأول لافيكتاسيون A إيكال C ومن بعد إلفا انكريمونتي C داكوردو دونك لانكريمونتاسيون تجي من بعد بعد l'affectation, l'A, elle va prendre l'ancienne valeur de C, il y a 3. Donc l'A égale à 3, le hénéf, le cas terme. Ou C, بعد تقدم, tu as l'A. Quand j'ai dit la notation A égale à plus plus C, وقت اش يعمل? Il y a de l'incrémentation, il incrémente C, il y a 4, ou il y a l'affectation. وقت tu as l'A égale à 4, ou C égale à 4. D'accord? Donc, il y a le farc, mais bien C++, ou le plus plus C. C'est bon, c'est clair? Oui, monsieur. Ok. Bé. Donc, là, je te l'aligne A, il y a. Donc, je te l'aligne 3. B, donc 2. Ou je te l'aligne 4. Ou je te l'aligne l'adresse de A. Ou je te l'aligne l'adresse de C. B. P1 égale à P2. Donc, je ne vais pas les pointeurs. Là, c'est changement par les pointeurs. نبدلو لي بوانتور بيان سور لي فاريابل مش باش تمسو جوست لي بوانتور باش يتبدلو دونك بي 1 ايغال بي 2 دونك بي 1 شنو فيه فيه لادريس دو ا باش يخو لادريس دو سي دونك زوج باش يوليو لادريس دو سي اي لادريس دو سي لهنا لهنا 2 ايغال لادريس دو بي دونك واضحه 4 بي 2 ايغال لادريس دو بي دونك لهنا باش نقعد لادريس دو سي وهذه لادريس دو بي توا إتوال بي أن موا إيكال إتوال بي دو نكتبوها دونك نجيو لهنا إتوال بي أن موا إيكال إتوال بي دو دونك هذا شنو معناها هذا معناها إتوال بي أن إيكال إتوال أن موا Étoile P2, c'est équivalent à l'arcade. Étoile P1, je n'en ai pas. P1, je cool. P1, le P1, oui, n'y est. Le P1, c'est C. Ou le P2, c'est le B. Mané, c'est C égale à C moins B. C moins B, qu'est-ce? 4 moins 2. D'accord? Donc, là, on a un argent. Donc, là, il y a un bar, c'est C égale à C moins B. Il est égal 4 moins 2. Donc, c'est égal à 2, toi. Donc. On est 3. On est 2. On est 2, toi. On est l'adresse de C qui est là. On est l'adresse de B. B. AB. Plus, plus, étoile P2. Donc, étoile P2, je connais étoile P2. Étoile P2, il y a le B. Donc, il y a plus plus B. Plus plus B, il y a des étoiles, il y a des trois. On a mon incrémenté ou le B. Donc. Ah, monsieur. Oui, c'est ma fille. Monsieur, le P2, étoile P2, le plus plus, j'ai avant
صحيح هذيك وقتها ناخذوا صحيح ناخذوا كيما لهنا قلت لك لحظه برك خليني نرجع ليكزومبل القديم هاي كيما هذه هذه وقت اللي يبدا اون كاد دون افيكتاسيون فهمت كيفاش كي يبدا عندك انت مثلا كاد افيكتاسيون باش تعمل افيكتاسيون هكا اوبيراسيون عندك ا ايغال سي بلس بلس وقتها تعمل شنو سي تصبها في الان بعد تعمل انكريمونتاسيون كي تبدا البلس بلس تنكريمونتي وبعد تعمل افيكتاسيون بار كونتر كي تبدا عندك هكا وحده وحدها مسايبه سي بلس بلس او بيان بلس بلس سي وحدهم هكاك فهمتني من غير حتى شيء من غير افكتاسيون يصير في لي دو كا باش تنكريمونتي سي فهمت كيفاش دونك هذيك وقتاش تولي عندها معناها معنى بلس بلس سي ولا سي بلس بلس يوليو يبداو مش كي بعضهم تاع افكتاسيون ولا عندك اوبيراسيون تاع كالكول فيها مثلا باش تعمل بلس بلس سي بلس ا بلس درجه سي با كوا فهمت كيفاش تبدا عندك دي اوبيراسيون تاع كالكول وقتها تولي تشوف شنو معناها كان بلس بلس قبل تبدا بالانكريمونتاسيون كان بعد في اخر حاجه تعملها هي الانكريمونتاسيون والديكريمونتاسيون يبداو مسايبين كيما هكا دي زيكسيون وحدهم وقتها دون تولي كا باش تعمل انكريمونتاسيون هكا باين لهنا إتوال P1 إتوال إيغال إتوال P2 دونك كوبي فصل هذا بي هذا إيش تعطينا إتوال P1 اللي هي الكونتوني بتاع شو اسمها الفاريابل اللي تبونتي عليها ال P1 P1 تبونتي على شكون P1 تبونتي على C بي والـ P2 تبونتي على الـ B دونك لهنا عبارة هذي عملنا C ما الأخرى بريسك قال دونك ما هو الإتوال هذي كما هذي أوبيراسيون بتاع كالكول معناه إيقال C فوا دونك 2 اللي هي الـ B داكو C كيفالونت معناه عبارة هذي الإتوال P1 عبارة هكا باش تبان لكم زيدوا دي بارونتيز باش تفهموها دونك هذي إتوال P1 fois égal étoile P2. D'accord. Donc le P1 n'a pas le valeur de la valeur C et le P2 n'a pas le valeur de la valeur B. Gina, donc C égale à C fois B. C fois B. Donc, regardez C fois B. C fois B. C'est ta manière. Donc, c'est... هذه دونك لادريس دو سي وهذه لادريس دو بي اللي من بعد لهنا بيان سور نحطو دي بارونتيز باش تبان لنا الحكاية دونك بلوس بلوس هذه شنو هو البارونتيز باش تبان لنا ايتوال بي دو هكا فوا ايتوال بي ان دونك هكا تبان Donc, A égale plus plus étoile P2, je connais. Hein. Étoile P2, il y a B. B, hein. Ouais, B, B. Donc, plus plus B fois fois je connais le P1, il y a C. D'accord, allez. Donc, l'année, je vais vous donner un peu de l'incrémentation. B, il y a D. البي اللي هي البي 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 اللي هي 3 تولي 4 دونك 4 في 6 قال قد ايه قال 24 في ا وي مسيو بلس بلس هي لا ديما كي تبدا كيما قلت لك مش حكايه فوا انت يعني تحكي على الفوا تحس انا لحظه برك على التو اللي كتبتها بلس بلس بي فوا سي معناها مسيو اي كي تلقى بلس بلس قبل ديما الفاريابل تبدا بها الانكريمونتاسيون فهمت كيفاش اول حاجه تبدا بها هي الانكريمونتاسيون يعني ما نعملش بي فوا سي ومن بعد نعمل انكريمونتاسيون لا فهمت خاطر تولي كي باش تعمل الانكريمونتاسيون تعمل بي فوا سي وتعمل الانكريمونتاسيون باش تعمل الانكريمونتاسيون تاع هذه الكل تاع الاكسبرسيون هذه الكل وقت كيفاش معناها ضربت بي فوا سي ومن بعد زدت وقتها تو انكريمونتي توت ليكسبرسيون الوغ كو هي البلس بلس تابعه البي مش تابعه بي فوا سي فهمت كيفاش؟ اي ميرسي مسيو غير مزيان دونك جينا الا ايكال 24
دونك ا 24 والبي انكريمونتيناها هكا غنلاه بي اللي هي بي 2 دونك ولات 4 وهذه ولات 6 هذه تقعد كالعادة لادريس دو سي وهذه لادريس دو بي مي انسويت ا يقال لادريس دو ا دونك ا تولي لادريس دو ا لادريس دو بي هذه كالعادة 24 6 بي الاخرانية دونك étoile P2 égale étoile P2 sur égale étoile P2 دونك نعوض كل واحدة بالفالور نتاعها étoile P2 اللي هي P2 وين هي اللي هي ال B وال P1 اللي هي ال A B B و A دونك هذه تولي لنا B égale A sur égal b b là on va évaluer la partie d on va attendre la partie c donc on va évaluer cette partie là et donc je dois lire b égal a égal a sur b donc a sur b je t'attends oui a sur b A, il y a 24 à la 7. 24 sur 6, t'as-t-il à 4. Donc, t'as-t-il à 4. Donc, l'expression D, elle va donner 4. Il y a, D égale à 4. Donc, A sur B, je t'as-t-il à 4. On va l'affecter sur A ou l'affecter sur Z sur B. Donc, là, il y a 4. 4, 7. Et si son cours au Kamana, donc l'exercice interne. B. Le tadé, donc l'exercice limbadou. Andi le hneshnawa, un point, andi un tableau. Tableau fille des variables. Andi fille des entiers plutôt. Snage, 23, je ne sais pas quoi. Kadé le hnet lethe. Cette tête, ça. Donc un œuf variable. B. Ensuite, andi un pointeur étoile P. Ou P égale à A. B. Je ne sais pas trop, il y a P égale à A. Je ne sais pas. دونك هذا التابلو نتاعي اللي هو A كي نقول انا A عندي تابلو اسمه A داكوردو شو معناها؟ معناها راهو ديجا هذيك كلمة الـ A اسم التابلو فيه لادريس دو لا بروميير كاس اسم التابلو فيه لادريس دو لا بروميير كاس معناها يبوانتي على الكاز الأولانية الكاز الثانية مثلا هذايا شكوني؟ هي A بلس 1 لادريس نتاعها هي A بلس 1 اللي من بعد A plus 2, jusqu'à l'autre case, il y a A plus N moins 1. Donc, l'autre case, c'est N moins 1, il y a N times un tableau. D'accord? B. Et je vais faire le même chose, je vais faire P égale à A. معناها بي قال A معناها بي ولا فيه لادريس نتاع لا بروميير كاز نتاع التابلو دونك علاش عملنا هذايا باش كيف نمانيبيليو لي زادريس نتاع التابلو ما يضيعنيش الكاز الاولى خاطر انا قلت لكم كيما قلت لكم ديما التابلو فيه اسم التابلو فيه لادريس دو لا بروميير كاز كان الا جو ماموز على مثلا باش ننكريمونتيها ولا ننقصها باش تضيع لي الادريس نتاع الكاز الاولى ما عادش نلقاه التابلو نتاعي في البروغرام فهمت ما عادش يظهر لي علاش خاطر الا فيها لادريس دو لا بروميير كاس وانا حاجتي بها لادريس دو لا بروميير كاس باش نجم نكسيدي للتابلو دونك ديما كي يبدا عندك تابلو il faut pas s'amuser à incrémenter كيما قلت لكم ليك مثلا لهنا الا التابلو نتاعي a je vais pas m'amuser à faire مثلا a++ a++ معناها قدمت الادريس نتاع التابلو بواحد داكورد دونك الكاز الاولى ما عادش عندك الادريس نتاعها
D'accord. Donc, je n'ai pas le cas avec un parcours et tableau avec les pointeurs. Je n'ai pas le pointeur, déclarer un pointeur qui m'a capé. Je n'ai pas le P égal à A. Je vais incrémenter le P, je vais incrémenter le P, je vais incrémenter le A, je vais incrémenter le A, je vais. Donc, je vais accéder au tableau à travers le pointeur qui est P. B. Quelles sont les valeurs des adresses fournissant les, ces expressions? B. Étoile P plus 2. L'année étoile P, je crois que étoile P plus 2, c'est ainsi. Je n'ai pas le résultat inter. Étoile P plus 2. Tout en sachant, l'île P, il pointe à la case de l'année, il pointe à le tableau. Monsieur, tu as 12 plus 2. C'est ça, t'atina 12 plus 2. Allez, à la khatr, en ou l'haja, je n'ai pas le P plus 2. Ou l'haja, je n'ai pas le P, je vais évaluer étoile P. Étoile P, le P, il pointe à la case de l'année, il y a un tableau. Donc, t'atina étoile P, t'atina 12. 12, on zi do hafnin, toi les kadesh l'année, toi les égal, égal 14. Ça dit que ça, c'est très très bien. Bon, kadeh, quand je suis allé nam l'année, ou l'haja, je n'ai pas le pointeur. P plus 2, خاطر ولا prioritaire تقديم le pointeur. P plus 2 اللي هي شنو donc P plus 2 donc هذه P 0 هذه P معناها P هذه P plus 1 وهذه P plus 2 اللي هي 34 donc اللي هي الكاز هذه étoile P plus 2 اللي هي تعطينا قداش الكونتينيو تاع لا troisième كاز اللي هي 34 هذه. Et bien, bon, je ne vais pas je vais pas m'attarder là-dessus. هذه شنو معناها هي P هو pointeur. D'accord, le P c'est un pointeur. Qui est l'adresse de P. Je m'en ai l'adresse de P. L'adresse de P, je m'en ai l'adresse d'un pointeur. Qui est le pointeur, je m'en ai pointeur. C'est une variable. Variable, à ma chanson, Fiwusta, Fiwusta, une. C'est une variable, Fiwusta, adresse. B. Donc, l'adresse de P, je m'en ai l'adresse d'un pointeur. Donc, l'adresse du pointeur, donc, c'est une notion, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, déjà, peut-être l'adresse de pointeur, ou l'adresse de pointeur, le chapitre de la liste chaînée, d'accord? Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Déjà, tu as vu la correction, une commentaire. Je vais vous parler l'adresse du pointeur, derrière le pointeur P, rarement utilisé. Donc, l'adresse de pointeur P, on dit 2 plus 1, l'adresse suivante. D'accord. Donc l'année même rien que zoomer à barre, je vais vous faire juste les habits de couleur comme l'avait qui trotte l'adresse de P, mais l'adresse t'as le pointeur. Mais bon, oui. Tu vas mettre l'adresse du pointeur derrière le pointeur. Il va en zéro un, quatre. Femme qui fait ça. Femme non. Sorry, je vais faire ça. Donc marche, une question qui fait ça juste un instant, donc le qui fait ça. J'ai un tableau, c'est beaucoup plus facile. B. Je suppose que Andy a un tableau de terre. Le tableau de terre, je n'ai un pointeur. Le pointeur de terre, il y a un tableau. Je n'ai pas un pointeur. Pointeur fait une adresse. Je n'ai pas une adresse. Adresse, je n'ai pas une adresse de case mémoire. Je n'ai pas de ce type-là. A, B, مثلاً 12. En hexadécimal, AB12, c'est l'adresse de cette case-là. D'accord? L'adresse, puisque l'adresse est vieille, non, on a fait le mémoire, 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 on a fait le matériel, on a fait le matériel, on a fait le matériel, on a fait l'architecture des ordinateurs. Qui fait que le matériel est à tout ce qui est architecture. Mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais qui est le AB12? Je m'en ai AB12. La valeur de AB12, je t'en ai quelque part sauvegardé dans la mémoire. عندك في الميموار بتاعك تاع البي سي في وسط الرام باش تلقى لهنا البي نتاعك اللي هو هذا بي اسمه قال ابي 12 داكوردو موجود في الميموار داكوردو هذه سي لادريس دو سيت كاز لا داكوردو موجوده في الميموار كي نحطوا احنا كي نقولوا احنا راهي موجوده سوف غاردي في الميموار لادريس معناها الكونتوني بتاع البوانتور سوف غاردي في الميموار هو بي دوش عنده اون ادريس. D'accord, mais l'adresse ta adresse, tu as مثلا de ce type là, مثلا CD marche 15. D'accord, CD 15, c'est l'adresse de cette case là, dans la mémoire, et il fait aussi le pointeur. Donc, on met on le je sais pas, oui,
l'adresse de P plus 1. شنو معناها لادريس دو بي بلس ا؟ معناها لادريس دو لا بروشين كاس اللي هي شكون هي سي دي سي دي مثلا سيس معناها سيت كاس لا في الميموار فهمت كيفاش لادريس دو لا وين هذاك علاش قلت لكم بونا بونا لي باش تدخلوا بعضكم بالفارغ ما نجمش نخدموا بها الحكايه هذيا فهمت كيفاش دونك هذه عباره لو بوانتور هو سيتي اون فاريابل الفاريابل هذيك كي نقولوا فاريابل معناها هذه عندها دونك عندها puisque c'est une variable donc un contenu une valeur valeur a dit que donc puisque c'est une valeur donc je t'apprends à sauvegarder le mémoire qui est sauvegardé le mémoire donc adresse l'adresse a dit que je suis dans plus 1 donc elle est CD6 donc réellement le programme interne ça va servir à rien d'accord donc mais qui m'a conté comme track je vous fais hier donc vraiment ça ne va pas servir à grand chose. B. Des questions. Oui. Monsieur, tableau hacker les. Tableau, ouais. نحن حاطين B reçoit A. Ouais. معناها نحن ما نجموش نحطوا معناها pointeur reçoit حاجة إلا ما تكون هي pointeur. Hein? اسم صحيح اي سي سا الآ هو تابلو صحيح هو تابلو مي انت كي باش تاكسيدي مثلا للكازا هذيا اخزوري مثلا هذه 15 تبقى تكتبش آ تبقى دو شنو مثلا آ دو دو زيرو هكا ولا آ دو زيرو ايكالا 15 كوردو واضح ولا دونك الا وحدها شنو هي الا برك كي تقول الا برك هي لادريس نتاع الكاز الاولانيه نتاع التابلو مسيو معناها حبيت نفهم كي نكتب انا انت اسم التابلو معناها هو يخوها كاينها بوانتور اسم التابلو هو بيدو لادريس نتاع البروميير كاز نتاع التابلو تنجم انت تستعملها معني كيما قلت لك تنجم انت تستعملها كوم لادريس دو لا بروميير كاز نتاع التابلو داكور مسيو برضو معناها انت كي حاجتك لادريس نتاع الكاز الاولى ولا الثانيه ولا الرابعه ولا العاشره ديريكتومون تاخذ اسم التابلو وتزيدوا لانديس نتاع الكاز يجيك لادريس نتاع الكاز هذيك فهمت كيفاش سي كليغ مسيو وي نسمع فيك مسيو سي كلير اوكي باهي داكورت داكورت باهي لهنا تاش عندنا لهنا ا دو كات لادريس دو ا دو كات شكون ا دو كات ا دو كات لاني هذه ا دو 0 ا دو 1 ا دو 2 ا دو 3 ا دو 4 اللي هي 56 هذه ا دو كات لادريس نتاعها اللي هي شكون لادريس نتاعها اللي هي ايغال شكون ايغال ا قداش ا بلس ا بلس 4 هكا ولا هذه لادريس دو ا دو 4 اللي هي ا بلس داكوردو ما هي لادريس تاع الكاز ما شكون قلنا الكاز الاولانيه والثانيه والثالثه هاي دونك هذه ا هذه ا بلس 1 ا بلس 2 ا بلس 3 ا بلس 4 داكوردو دونك لادريس نتاع الكاز هذه هي ا بلس 4 دونك لهنا شنو تعطينا لهنا ا دو 4 اللي هي شكوني ا دو 4 قلت لكم اللي هي هذه 56 لادريس نتاعها قداش لادريس نتاعها هي ا بلس 4 داكوردو نقصنا منها قداش نقصنا منها 3 قداش ولات ان بلس 1 معناها سي لادريس دو لا دوزيام كاز دو تابلو لادريس نتاع الكاز هذه اللي هي 23 داكوردو دونك تعطينا ا بلس 1 ا بلس 3 ديريكتومون شنو هذا لادريس دو سيت كاز وي دو الكاتريام كاز اللي هي هذه 45 بي لادريس دو ا دو 7 موان بي اش تعطينا هذا هي هذه لادريس دو ا دو 7 اللي هي شكون قلت لكم ديما دو 7 معناها ا بلس قداش ا بلس 7 هكا ولا لادريس دو ا دو 7 اللي هي ا بلس 7 لادريس نتاعها موان شكون موان بي البي قداش حطيناها ايكال قداش بي ايكال ا خلي قداش ا بلس 7 موان شكون موان ا قداش تعطينا هذا تعطينا 7 الآ نحينا منها الآ لادريس نحينا منها لادريس تقعد 7 داكوغ بي بي بلس إتوال بي موان 10 دونك عندي بي إيكال بي بلس إتوال بي
ايتوال بي اللي هي قديش ايتوال بي كما قلنا تبوانتي على لا بروميير كاز اللي هي قديش اللي هي 12 ريكوردو 12 موان 10 دونك ما هو خديت ايتوال بي ايتوال بي شكون ايتوال بي ايتوال بي هي الكونتوني بتاع لا بروميير كاز اللي هي 12 12 موان 10 تعطينا 2 تعطينا ايجال قداش بي بلس بلس 2 دونك الوحده هذه بي بلس 2 اللي هي ريالمون قداش ا بلس 2 بويسك بي ايجال ا هذايا تو ايتوال دونك هذا باش تعطينا خلينا نخدموها بالطرف بالطرف ايتوال اي بلس ايتوال بي بلس 8 شكون ايتوال بي بلس 8 دونك بي بلس 8 هذه 0 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي هي 90 دونك بي بلس دونك هذه ايتوال بي بلس 8 تعطينا قداش 90 موا الكاز اللي قبلها هكا بي بلس ا ا دو 7 دو 7 اللي هي الكاز اللي قبلها اللي قداش 89 موا قداش موا 89 دونك قداش تجينا هذه ايجال إتوال اي بلس ان بلس ان اللي هي شكون الدوزيام كاس اللي هي 23 ايجال 23 سي كليغ il y a des questions ليه يا فهمش دي كيستيون خلينا نعديو ليكزرسيس اللي من بعد لي بوينتور اي لي تابلو اش قال لي دونك في ليكزرسيس هذا قال لي اكريغ ان بروغرام كي لي دو تابلو ا اي بي اي لور ديمونسيون ان اي ام او كلافيي اي كي اجوت لي زيليمون دو بي ا لا فان دو ا اتيليزي لو فورماليزم بوينتور ا شاك فوا كو سولا اي بوسيبل دونك شو معناها الحكايه هذه بون ناخذ هذا اكزومبل هذا مون برومي تابلو هذا لو دوزيام تابلو دونك باش نعملو نعبيو التابلو الاول نعبيو التابلو الثاني في الاخر نجي لي زيليمون تاع التابلو هذا نحطهم في اخر التابلو هذا دونك 13 très simple c'est un exercice très simple mais juste la difficulté zghira li hiya باش نخدمو باللي بوينتور خاطر هي حاجه جديده دونك فما حاجات دونك باش يبان لكم اول ما تشوفوهم دونك نحطوا التابلو هذا دونك شنو لازم يكون لازم ساعه اول حاجه التابلو هذا شنو يكون لازم يكون التايم نتاعو الدوبل نتاع التابلو هذا دونك التابلو الاول مثلا كان خديتو هذا 100 هذا لازم يكون 50 علاش كان هذا مثلا بلوتو معناها هذا الكبر نتاعو 100 هذا لا موتي 50 وهذا زاد اللي ما يلزمكش تعبيه اكثر من 50 باش علاش مثلا هو التايم نتاعو 100 لازم تخلي 50 باش تصب فيهم الكونتوني نتاع التابلو الثاني داكوغ دونك هذه الكوليكسيون مانيش نقعد نكتب فيها ديجا حاضر جوست نفسرها لكم باهي يست قاعد اللوج على الزوم جست لحظة برك قاعد نلوج لكم على الزوم باش
زومي برشا بيه مش مشكل. لهنا شنو عندي؟ يعني لهنا عندي ان برومي تابلو اللي هو قداش الكبر بتاعه. اسمعوني، اللي يحب يتبع اللي يحب يتبع معناها كيما قلت لكم شو اسمه الكوريكسيون مش باينت له لهنا من الفيزيو كونفيرونس، يمشي للجوجل كلاس روم. دونك هو لهنا فما حطيت لكم ديجا السيري والكوريكسيون تاعها اللي مش باينت له دونك الكوريكسيون من كيما قلت لكم الفيزيو كونفيرونس هكا. دونك حلوها من هنا وتابعوها دونك هكا لهنا. داكوغ، هاي الكوريكسيون دونك تاعكم. باهي نرجعو. باهي لهناش عندي دونك لهنا عندي ان بروميي تابلو قلت لكم قداش الكبر نتاعو 100. سا سي لو دوزيام تابلو 50، هذاك علاش قلت لكم ديما الكبر نتاعو الشطر نتاع التابلو الاول. عندي الان والام اللي هما لي ديمونسيون نتاع التابلو الاول والتابلو الثاني. عندي ايتوال بي ا، هذا سي ان بوينتور كي فا باركورير لو تابلو ا، و ايتوال بي سي ان بوينتور كي فا باركورير لو دوزيام تابلو. دونك لهنا جو في لير لا ديمونسيون دو تابلو. هاكا بون لهنا نورمالمون لازم فما كونترول دو سيزي هاكا خاطر لازم تحط دو وايل و مي بون هاكا مش سي با نوتر افير مش معلش مش البيوت بتاع ليكزارسيس. دونك لهنا نورمالمون تزيد دو وايل تقول له كي يعطي تاي اكبر من 50 يعاود يقرا الديمونسيون. مي بون دونك لهنا قرينا الديمونسيون بتاع التابلو الاول اللي هو الان. من بعد اش عملنا؟ عملنا اون بوكل. البوك اللي شعملنا البي ا اللي هو لو بوينتور كي فا باركورير لو بروميي تابلو. دونك لهنا جيت لهنا سميته هذا بي ا، عملته ايجالا معناها il va pointer على الكاز الاولى. باهي ensuite بي ا inférieur à قداش ا بلس ان. دونك البي ا ما يزموش يفوت اخر كاز اللي هي شكوني معناها هي انفيريور ستريكتومون معناها اخر كاز باش يخلط لها البي ا اللي هي ا بلس ان موانز ان. علاش؟ خاطر انا كيما قلت لكم لهنا ديما هذه ا هذه شكوني صحيت حطيش اخر كاز اللي هي شكوني اخر كاز ا بلس ان موانز ان. داكوردو بار اكزومبل هذه اللي هي ا بلس ان موا داكوردو. دونك البي ا لازم يخلط لهنا الاخر كاس بي. واش نعملوا شاك فوا البي ا نقدموه بي ا بلس بلس بي. لهنا شنو باش نقولوا؟ اعطيني ليليمون بورسون دي، اعطيني ليليمون شنو معناها ليليمون دانديس مثلا. بون خنوريكم كومون سا مارش تفهموا شنو فاش قاعد نعمل. جست ان انستون exécuter le programme, je te fais. Je vais lui donner le dimension, la dimension du tableau. Dans la marche, le tableau, il fait 4 éléments. On est là, on a l'élément 0. Donc 0, c'est même chose, puisque je dis un compteur i. Je vais lui dire, pour afficher i. C'est ce que je vais vous dire. Je vais vous mettre 4. Là, on a l'élément 1, 5, 6, 7, je ne sais pas quoi. C'est le deuxième tableau, on a fait 3 éléments. Il y a 4, 8, 12... دونك هاو لو تابلو ا و تابلو بي و هذا تابلو ريزولتان من بعد ما عملنا الفيزيون هذا لصقنا في الاخر. باهي انا جوست انا مشكلتي لهنا في لي ريفيرونس هذوما 0 1 2 3 من نمشي نجيبهم بيسك لهنا ما عنديش تقدر تبدا من الصفر وتمشي حتىش للان موان 1. دونك قاعد نخدم بالبي بي. شنو حطيت له لهنا؟ بي بي موان بي. شنو معناه بي بي موان بي؟ ملول بالكل. هذا قاعد مركز فيهم الحكايه هذه خاطر شنو نستعملوها الاخر الاخر لي زيكزيرسيس شنو نستعملو بهم الحكايه نخدمو بهم الحكايه هذوما. باهي بي موان بي ملول بالكل انت ولا شكون هي ملول دي ولا بي ا موان مثلا هذا بي ا موان ا كي تعمل بي ا موان ا شتعطي ا موان ا هنا ملول بالكل ايجال زيرو. هاي جات زيرو ريفيرونس تاع لا بروميير كاس تعمل توا اونسويت البي ا باش تقدم باش تولي ليش باش تقدم؟ باش تقدم بلس 1 باش تولي بي ا بلس 1 موان ا تعطينا هذايا تعطينا بي ا اللي هي ا بلس 1 دونك تعطينا 1 كوردو. من بعد بي ا بلس 2 موان ا بي ا تنحي ال ا دونك
كالعادة تولي ناد 1 0 1 2 3 من غادي نجيبو دونك لي ريفيرونس نتاع لي كاز نوامر لي كاز بلوتو دونك بي بي موان بي ولا بي ا بلوتو هذه بي ا موان ا تعطينا قداش تعطينا هذه من لوب الكل 0 كي تقدم البي ا تولي بلس 1 تولي تعطي 1 ياسي دو سويت دونك لهنا اشاك فوا نقول له اعطيني ليليمون بور سون دي اللي هو الانديس نتاعو بي ا موان ا اللي هي مثلا من لوب الكل 0 من بعد 1 و 2 ياسي دو سويت وشنو نقراو نقراو بور سون دي بي ا شمعني بورسون دي بي ا خلينا نرجعوا لهنا شويه خاطر قاعدين نستعملوا في الفورماليزم بوانتور انتوما مستنسين قبل كان انا مثلا عرش هذا مثلا هذا مون بي اللي هو البي مثلا باش نقرا انا الكازا ذي اللي فيها 13 كيفاش نعملوا مستنسين كان اف دونك بورسون دي الادريس نتاع البي نتاع الكاز الاولى اللي هي شكوني مثلا بي 2 قداش مثلا الكاز الاولى بي 2 0 ولا بي 2 اي في الكاز جينيرال هكا ولا بي الادريس دو بي 2 اي بي شكوني الادريس دو بي 2 اي هي الادريس نتاع الكاز وين الادريس نتاع الكاز وين موجوده موجوده في وسط البوانتور اللي قاعده باركوري فيه في الكاز دونك هذايا الادريس دو بي 2 اي ولا بي مثلا الادريس دو بي 2 اي ايكيفالونت لشكون اللي هي قال لشكون قال للبي بي اللي هو البوانتور اللي قاعد خاطر انا حديت من الاول البي قال مثلا البيتو هكا بي بي ولا بي ا ايغال ا قال بي دونك البوانتور هذا شنو في وسطه في وسطه الادريس تاع الكاز وين في السكان في شنو نحط نحط اشاك فوا بورسون دي والادريس تاع الكاز الادريس تاع الكاز هي موجوده بطبيعتها في البوانتور نتاعنا اللي هو البي بي داكوغ دونك هذاك علاش لهنا في سكانيف حطيت ديريكتومون بي ا داكوردو دونك لهنا الادريس تاع الكاز باش نلقاوها فين في وسط البي ا داكوردو بي في التابلو الثاني سي لا ميم استوار دونك كالعاده بي بي يبدا من البي البي بي انفيريور لشكون للبي بلس ام وشاك فوا نقدموا شو اسمه بي بي بلس بلس كيف كيف باش نقراو بالليليمون بالليليمون نعملوا بي بي موان بي داكوردو باش يعطينا الريفيرونس يعطينا النومرو الكاس داكوردو خاطر بي بي ايغال بي دونك من الاول بالكل بي بي موان بي باش تعطي 0 كي تقدم البي بي تولي بي بي بلس 1 بي بي بلس 1 موان بي باش تعطي 1 ينسي دو سويت داكوغ وشاك فوا زاد كيف كيف نقراو دونك نقراو الكاز نتاعنا اللي هي شكوني دونك لا بورسون دي والادريس نتاع الكاز اللي هي نلقاها في وسط البوانتور بطبيعته بي بي داكوغ انسويت لهنا جو في افيشي mon tableau qui l'aide je vais parcourir le tableau avec à l'aide du pointeur le tableau loul je colle PA me le bocol hier l'adresse de la première case PA inférieur strictement A plus N PA plus plus donc à chaque fois kif kif un parcours classique qui m'a chauffé en qui m'a le boucle loul ou le même c'est le boucle juste l'année je vais faire il va afficher le tableau je vais faire pour son D espace علاش بورسون دي سباس باش يافيشي ليليمون ويخلي سباس ليليمون اللي بعده وشنو هي يافيشي شاك فوا حاجتي تو ما حاجتيش بالبوانتور ما حاجتيش بالبي ا حاجتي بالكونتوني نتاع الكاس دونك الكونتوني نتاع الكاس باش نمشي له ايتوال بي ا ايتوال بي ا تعطيني الكونتوني نتاع لا بروميير كاز وبعد الكونتوني نتاع انا لهنا عندي بي ا مثلا لهنا اي بوانتي على الكاز هذايا ايتوال بي ا هي 15 ايتوال بي 1 بلس 1 هي اللي هي 12 سي دو سويت D'accord. Donc on affiche au tableau l'eau. Donc l'année printf n'a genre le star kif kif de la même manière n'affiche le deuxième tableau. Donc je vais copier le B à la fin de A. Mais qu'est-ce que je fais moi avec? Rakzouli rakzouli choyé. N'ayez pas de formule comment ça va marcher. دونك عندي هذا البي ا هذا البوانتور الاولين اللي بوانتي على الكاز الاولاني اللي هو ايجالا قداش ايجالا ا بي انا شنو نحب تو نحب البي ا وين يمشي البي ا يمشي جوسكا تيت كاز لا
هذيك الكاس اول كاس فيد باش يبدا يصب فيها شكون باش يبدا يصب فيها 13 هكا ولا دونك البي ام تاعي لازم نهزو نردو يمشي حتىش للكاس هذايا دونك هذايا سي لا بروميير ايتاب ب ensuite البي بي بي وين يمشي يمشي من هنا حتىش الاخر الكاس ب شنو باش نعملوا لهنا دونك اول حاجه شو اسمه البي ام تاعنا شنو عملنا بي ا ايجال ا بلس ان ا بلس ان اللي هي شكون دونك هذه اخر كاز الكاز هذه شنو هي ا بلس ان موان زان هكا ولا الكاز اللي من بعدها اللي هي شنو ا بلس ان دونك بي ا باش يبدا لي من الكاز هذه اللي هي بي ا بلس ان والبي بي يبدا من البي دونك هذوما هكا دونك لهنا بي ا ايجال ا بلس ان والبي بي يبدا من اول كاز اللي هي البي دونك بالنسبه لي انا نقعدوا نعاودوا التريتمون حتىش البوكل وين تقف وقت للبي بي نكملوا التابلو هذا كامل ننقلوه دونك حتىش نخلطوا لوين حتىش نخلطوا السيت كاز لا اللي هي بي بي بلس ان موان زان دونك هكا يقعد البوكل فور تخدم حتىش نخلطوا بي بي inférieur à شكون طون كو بي بي الي انفيريور ا بي بلس ان دونك البوكل تقعد تتعاود اشاك فوا اش نعملو نكريمونتيو البي ا ونكريمونتيو البي بي واش نعملو اشاك فوا الكونتوني نتاع الكاز بي بي يتصب في وسط الكاز بي ا دونك ايتوال بي بي ايتوال بي بي اللي هي 13 تتصب في ايتوال بي ا لهنا دونك تجيك تتصب لهنا 13 16 انسي دو سويت داكوغ في الاخر بالكل لو تابلو قبل ما اون فوا كملنا البوكل فور شنو لازمني نعمل لازمني التايم تاع التابلو الثاني باش يتبدل ما كان ان التايم تاع التابلو هذا ان دونك شنو زدتو زدتو ام اليمون من التابلو هذا دونك تولي ان نتاعي تولي ان ايجال ان بلس ام ام اللي هو النومبر دو ليمون اللي صابيتهم التابلو الثاني دونك هايك ان بلس ايجال ام معناها ان ايجال ان بلس ام في الاخر بكل جو في دونك افيشي لو تابلو ريزولتا نتاعنا دونك البي ا بوانتيوها على اول كاز اللي هي ال ا دونك بي ا انفيريور ا بلس ان بي بلس بلس اشاك فوا نافيشيو لو دوزيام تابلو نكونو كملنا ليكزارسيس اسكو ليا دي كيستيون فماش كيستيون حاجه مش واضحه خلنا افون دو باسي او بروشان اكزارسيس لي عندو كيستيون قول لي ده نتعداو ليكزارسيس اللي من بعد مالا دونك شطالب مني في الاكزرسيس هذايا ولا نخدمو الاكزرسيس هذا سي بلو سامبل من الرابع معناتها نرجعو للرابع نخدمو الاكزرسيس 5 اللي بوكو بلو سامبل من الاكزرسيس 4 تو بعد نرجعو للكاتر باهي الاكزرسيس 5 شنو هو؟ إكريغ أن بروغرام كي رونج لي زيليمون دان تابلو أ دو تيب إنت دون لوردر انفيرس Le programme utilisera des pointeurs PA et P2 et une variable numérique int pour la permutation des éléments. Donc, par exemple, on dit le tableau HMTI. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'inverser. Donc, je vais l'inverser. Ouais. نأخذ un premier pointeur اللي هو PA يبوانتي وين يبوانتي على أول التابلو وعندي un autre pointeur باش نحطو نجي نحطو PB لهنا في آخر التابلو معناها PB إيكالا قداش إيكالا A plus N moins A كوردو دونك لهنا je vais qu'est-ce que je vais faire je vais faire La permutation, je vais permuter 15 ou 13. Donc, je dois aller là. Je dois aller là, 13.
هذه 15 من بعد هذو مزوز شنو هذا باش يقدم والاخر باش يوخر بكاس ونعاودو نعملو بيرميوتاسيون هذه تولي 15 وهذه تولي 12 ديكوردو وقتاش نقفوا وقت للبي ا يفوت البي بي وقت البي ا قاعد يمشي معناها يمشي ويقاد خضر مش ناخذ طول شطر التابلو ديكوردو دونك البي ا كي يفوت شطر التابلو شو معناها فات شطر التابلو معناها فات البي بي دونك وقتها نقفوا ما نكملوش التريتمون داكور دونك البي ا تقعد تمشي elle avance on incrémente à chaque fois le PA on décrémente le PB qui a خلطو donc le star باش نقفو d'accord à chaque fois on fait la permutation 2 à 2 donc هذا وهذا ومن بعد الثاني واللي قبل الاخر وحنا ماشيين حتىش نخطو الشطر يولي عندنا تابلو انفيرسي اوكي بي دونك شنو عملنا لهنا عندنا هذا نوتخ بخومي تابلو اللي التابلو نتاعنا اللي هو ا هاكا الكبر نتاعو 50 الان اللي هي ديمونسيون نتاع التابلو الانت اللي هي سي اون فاريابل ديت فاريابل باش تصلح بور فيغ لا بيرموتاسيون البي 1 والبي 2 هما لي بوينتور اللي باش نستعملوهم بور باركورير لو تابلو البي 1 من اول التابلو والبي 2 من اخر التابلو بي لهنا جو في لير لا ديمونسيون تاع التابلو هاك الماكس 50 حطينا لهنا قرينا الديمونسيون تاع التابلو هذا رومبليساج كيما ليكزارسيس اللي فات اون فا رومبليغ لو تابلو دونك باش نحطو البي اي يبوانتي على الكاز الاولانيه تاع التابلو يقعد البي اي البي اي يقدم حتى اللي يخلط لوين بي اي انفيريور قداش ا ا بلس ان اشاك فوا ا بلس ان دونك برينت اف اشاك فوا باش نقولو اعطيني ليليمون دانديز 0 اللي هو شكونو مثلا لانديز 0 اللي هو بي 1 موان 1 تعطينا 0 كي يقدم البي 1 يولي بي 1 بلس 1 بي 1 بلس 1 موان زا تعطينا 1 ينسي دو سويت ونقراو نقراو الكاز الاولى نتاع التابلو نعاودو بالتابلو نتاعنا كيما قلت لكم كيفاش نقراو التابلو جوست شاك فوا قاعد نعاود اللي نقول قاعد نعاود في اللي قلته ديجا فهمني جوست خاطر حاجه جديده باش معناها نميتريزيوها بر بي في السكانيف قلنا شنو نقراو نقراو بورسون دي والادريس دو لا كاز نتاعنا اللي هي موجوده في البي ا اشاك فوا دونك هنا نكونوا عبينا شكون عبينا التابلو انسويت لافيشاج نتاع التابلو بوغ افيشي لو تابلو كيف كيف بي ا ايغال ا بي ا يمشي حتى يخلط ال ا بلس ان و بي 1 بلس بلس اشاك فوا نافيشي وشكون ايتوال بي 1 ايتوال بي 1 اللي هي الكونتوني نتاع الكاز اشاك فوا بي Pour inverser le tableau, je n'en ai pas. P1 égale à A. Le P1, on retrouve qui m'a coûté comme fait O le casse. Dans le tableau. Ou le P2, il y a un chiffre qui casse. Il y a je connais A plus N moins 1. B. Je n'en ai pas. Donc, il y a le P1 qui cadre. Ou le P2, il y a un chiffre on le décrémente. Ou à quoi je n'ai pas. Tant que, madame, le P1, il est inférieur à P2. Pour être P2, il y a un chiffre qui casse. Ou le P1 qui O le casse. دونك واحد يمشي بالقدام وياخد راجع بالتوالي دونك وقتاش ناخذ وقت للبي 1 يفوت البي 2 داكوردو دونك اما مادام بي 1 الي انفيريور بي 2 دونك البوكل تخدم ونعملوا لهنا بيرميوتاسيون عاديه هكا اي ايغال ايتوال بي 1 بي 1 ايغال ايتوال بي 2 بي 2 ايغال اي دي دونك اون سامبل بيرميوتاسيون في الاخر بالكل اون فا افيشي لو تابلو نتاعنا داكور بليز كي دي كيسيون وي نسيو في البوكل خدمناه في الجو حتى في السي خدمناه والعام خدمنا بوكل الوايل ما فهمتش كيفاش عملت البوكل فور خاطر نورمالمون صحيح الانيسياليزاسيون تنجم تكون واحده ولا اكثر اما كونديسيون تاع البوكل لازم تكون واحده بركة انت حاطه هذيا اي هذي انا منهم البوكل الساعه هذيا اي نحكي على الفوره ديك باهي اسمعني بالنسبه للبوكل فور هي شنو البوكل فور تنجم معناها البوكل فور نجمو نستعملوها بوغ انكريمونتي ان او بلوزيور بوينتور كونتور فهمتني تنجم تستعمل اي و جي واللي تحب انت دون اون سول بوكل جوست شنو لهنا انا اللي يهمني البوكل وقتاش معناها وقتاش تتعاود البوكل الكونديسيون هذه اللي يهمني فيها فهمت كيفاش
دونك تانكريمونتي دو بوانتور ولا دو كونتور ولا تانكريمونتي تروا كونتور سي كيف كيف فهمت كيفاش جوست بالنسبه لي انا الكونديسيون هذيا طونك لا كونديسيون هذيا الي فري طونك البوكل تدور داكوردو انا شنو الكونديسيون تاعي الكونديسيون تاعي اللي هي هذه البي ان ماشي ويقد البي بي ماشي وراجع بالتوالي دونك شي يصير طونك البي ان مازال انفيريور ا بي بي دونك البوكل نتاعي تقعد تدور داكور دونك لهنا اون فوا فات البي بي خاطر شنو البي بي باش يخلص الشطر كان فات الشطر معناها زاد كيف كيف البي ا كان فات الشطر والبي بي باش يرجع معناها زاد كيف كيف يشوط بفوت الشطر مشي على الاخرى داكور دونك دو طون كو بي ا الي انفيريور ا بي بي مازالو ما تقابلوش دونك طون كو نعملو في البيرميوتاسيون اون في لا بيرميوتاسيون البي ا يقدم بكعبه خاطر شنو اش قاعد نعمل بور شاك ايتيراسيون دو لا بوكل البي ا لازم وش يعمل لازم يقدم بكعبه والبي بي لازم زاد يرجع بكعبه فهمت او ميم طون فهمت كيفاش دونك بور شاك ايتيراسيون البي ا اون فا لانكريمونتي لو بي بي اون فا لو ديكريمونتي جوست لا سول الكونديسيون تاعنا اللي هي شنو لازم البي ا ديما يقعد انفيريور على بي بي فهمت كيفاش دونك البوكل فور نجم حتى هكا راه نعمل ما يقلقنيش انا بوكل فور مثلا اي ايغال زيرو ما نعرفش انا بار اكزومبل جي ايغال ان ما نعرفش بار اكزومبل ا ايغال جو سي با كوا مثلا زيرو زاد فهمت كيفاش ومن بعد نحط كونديسيون مثلا ما نعرفش انا اي انفيريور ا جي اي بار اكزومبل ما نعرفش انا ك انفيريور بار اكزومبل ا ان دكور ونعمل شاك فوا مثلا plus plus virgule مثلا g moins moins ou k plus plus donc c'est une boucle valable z monsieur oui monsieur je suis متاكده من المعلومه اما الكونديسيون هذيك تاع البوكلاج لازم تكون واحده برك sinon on a une condition une condition par calé on dit que i inférieur à j a k inférieur à a hein déjà il y a واحده برك اي monsieur لي تاج بتحط حتى 10 9 كونديسيون الفيد الكونديسيون صحيحه لي كونديسيون باش تحطهم لهنا الفيد يكونوا صحاح شو معناها صحاح معناها طون كي ايل سون فري لي كونديسيون معناها البوكل كي تفيريفي لي كونديسيون تلقاهم فري دونك ال فات اكزيكوتي تعاود تقدم لي كونتور وتوخر لي كونتور فهمت كيفاش في بالي مسيو ماش كي كنت سمعت المعلومه ولا يكون انا غلطه لا لا غلطه غلطه يمكن بون يمكن بوتيتر فهمتها بالغلط فهمت كيفاش؟ اما سي سيغ هذا معناها فهمت البوكل فور تنجم تقدم فيها معناها تستعملها بوغ انكريمونتي بليزيور كونتور ان سول كونتور ولا بليزيور كونتور فهمت كيفاش؟ جوست في البوكل فور شنو قلت لكم؟ جوست معناها الكونديسيون هذه لازمها تكون توجور فغي اون فوا ولات فوس واحده من معناها الكونديسيون هذه ولات فوس سي بون يخرج من البوكل توفى البوكل فهمت كيفاش؟ اي مشي واضحه سي تو par rapport à B, au niveau de l'algorithmique, est-ce que vous avez l'exercice ou allez, manel, prix tout, allez. Hey, monsieur, déjà, je donne la kiffe au final, go. Oula. Ok, mais très très bien. Juste un bon, une belle parenthèse, je vais vous dire comment je vais faire au niveau de ce semestre. La programmation C, ça va être vraiment un peu chargé ce semestre dernier. On est juste habitant quoi le commande. On a donc série juste un instant. Donc, on a série les pointeurs. On a la deuxième série. Donc, les fonctions et les procédures. Je suis à différents barres à wakt. Bon. هي فيها شويه خدمه لي فونكسيون لي بروسيدور خاطرتو ما قريتوهم السيمستر الاول اما قريتو شنو باساج بار فالور ما قريتوش باساج بار ريفيرونس باساج بار ريفيرونس معناها باساج بار ادريس داكور دونك هذا باساج بار ادريس هي ال فا ان بو سو كومبليكي دونك لي فونكسيون لي بروسيدور ايل فون سو كومبليكي افيك لو باساج بار ريفيرونس دونك لاني خاطر بويسك ما قريتوش لي بوينتور ما قريتوش دونك الباساج بار ريفيرونس دونك باش نقراوه توا comment nadir le chasme la fonction ou la procédure des adresses ou des pointeurs d'accord mais dites en chauffe waqtach nadir par pointeur waqtach nadir par valeur hadi le marajet en chauffe be hadi la prochaine série à part hadi chana عندنا troisième série les structures et les listes chaînées donc les structures de données hadouk les enregistrements
d'accord, de ma compagnie Tom Zeda fait l'algo ouvert. Donc, les enregistrements et les listes chaînées, d'accord. Donc, les je chauffe forme, donc comment ça, comment on les crée. Bon, une autre série peut-être qu'en Zazel il va qu'on a fait comme les listes chaînées doubles. Donc, les listes doublement chaînées, puis j'ai fait deux exercices, fait exercice Bark, juste pour voir comment, comment elles fonctionnent, les listes doublement chaînées. Une fois qu'on a les piles, on va voir les piles et les fils. Ou les arbres binaires de recherche. D'accord. Donc, comme on a dit, en tout, on a fait 6 séries. فهمتوا كيفاش معناها ديجا قلت لكم كل لازم كل سيونس نكملوا سيري باش نجموا ناخذوا نكملوا بروغرام داكور دونك هذا البروغرام تاع دوزيام سيمستر نتاعنا نتاع سي بي واني قلت لكم راه بريسك كله مربوط ببعضه فهمت كيفاش دونك هذا تاع مثلا السيري هذايا باش نبني عليها السيري الجايه والسيري الجايه كيف كيف معناها شفت كل حاجه باش نقراوها في السيري هذاك علاش جو فوز انفيت دونك تعاودوهم سيريات دونك ما تخليهمش يتكدسوا على بعضهم علاش انا قلت لكم خاطر لي نوسيون اللي قريتهم توا في السيري هذايا باش نخدم بهم السيري الجايه كيف كيف السيري من بعد باش نخدم بهم واحنا ماشيين مثلا السيري هذايا توسكي بوانتور باش السيري الجايه نتاع لي فونكسيون لي بروسيدور تبدا ماكش فيهم لي بوانتور ما تنجمش تخدمها Une fois qu'on a les fonctions et les procédures, je vais aller on fait les autres séries, les fonctions et les procédures, passage par l'adresse, ainsi de suite. Je vais aller on fait les listes chaînées, ainsi de suite. Mais une fois qu'on a les listes chaînées, quand on fait les listes chaînées, le système de la pile ou le fil, il est plus sur les listes chaînées. Quand on fait les listes chaînées, je vais faire les listes, le pile ou le fil, je vais faire les listes chaînées. Et il y a un peu de temps, c'est l'arbre binaire de recherche. Donc, juste faire le concept, comment ça marche. Et c'est bon, ça ça va passer, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'allez-je compter comme alors les séries, quel marbouting de base, mané. Avec allez-je vous invite, maintenant une série, avez bon, je mangeais, mais je suis encore à quatre par quinze. Donc, au cas où comme mané qui disons, mané mène les je mangeais. Donc, pour réviser cette série, allez-je quatre en bas, je vais mon mané avec je vais aller prêt à qui me rajoute l'eau, je vais faire qui veut. Allez-je ne pas de mon safi belli, tu vois, mané. Quatre une fois que mené, je vais rajouter. Je vais aller ibara un prérequis. B. Attendez donc l'exercice AD, l'exercice 4. B. خنوريكم انا لهنا شنو ال نوريكم ليكزيكوسيون بعد نرجع ليكزيرسيس دونك لهنا بار اكزومبل جو في رونطير ان تابلو مثلا في 6 اليمون نيمبورت كوا بار اكزومبل 5 4 8 5 6 7 لهنا باش يقول لي اعطيني ان اليمون ا سوبريمي دو تابلو فانا باش نختار الخمسه اوكي ها هو التابلو نتاعي Voyez le tableau après la suppression du 5 interne. Donc, l'exercice interne. Femme qui fait. Donc, l'année, je vais remplir un tableau. On va retirer un élément du tableau. On supprime le tableau. L'élément avec. Monsieur. Oui, une soirée. Monsieur, quel facteur un élément n'existe pas. Il ne va rien supprimer. Puis, il affiche le kimaha. Ben. D'accord. B. Bon, une autre. Série pointeur. B. Écrire un programme qui lit un entier X et un tableau A de type int au clavier et élimine toutes les occurrences de X dans A en tassant les éléments restants. Le programme utilisera un pointeur P1 et P2 pour parcourir le tableau. Femme touche mané en tassant. Mané, l'élément, mathal le tram ça. Arshana, par exemple. Oui, non. Juste un instant. Mathal le supprimer 15. Chnam, qu'est-ce que je supprimer 15? نجي 12 نصبها فوق ال 15 فهمت كيفاش ونكمل على روحي ومن بعد ال 15 نصبها في وسط ال 12 اذا لقيت 15 اخرى كيف كيف ليليموني بعده فهمت كيفاش نصبه في بلاصتو ياسي دو سويت وكاب شو فوا كيفاش كومون سافا مارشي دونك لانيش كيسكو جو في لير جو في لير لي ديمونسيون تاع التابلو
دونك اللي هي الان فار هذا كيف كيف هذا رومبليساج عادي نتاع التابلو قرينا الان بي ا باش نحطوها على الكاز الاولاني نتاع التابلو البي 1 يقعد يقدم حتى ايش اللي يخلط ا بلس ان موانز 1 اللي هي اخر كاس داكوردو اشاك فوا باش نقول له اعطيني ليليمون pour sonder اللي هو مع ريفيرونس نتاعو اللي هي بي 1 موان 1 ما قلنا بي 1 موان 1 تعطينا نومرو كاس خاطر بي 1 ايغال ا دونك من الاول بالكل باش تعطي صفر كي قدم البي 1 باش تعطي 1 يا سي دو سويت دونك اشاك فوا ونقراو دونك pour sonder الادريس نتاع الكاس اللي هي البي 1 داكور هذا رومبليساج كلاسيك نتاع تابلو بي انسويت باش نقولوا لهنا انتروديير ليليمون اكس على اليميني دو تابلو ونقراو شكون نقراو الاكس نتاعنا لهنا اون فا افيشي لو تابلو دونك لهنا بي ا نحطوه في ال ا بي ا انفيريور ا بلس ان بي بلس بلس اشاك فوا باش نافيشي وشكون ايتوال بي 1 دونك اشاك فوا نافيشي بالكاس بالكاس الكونتوني نتاع شاك كاس ونرجعو للستار بي لهنا شنو قال لنا افاسي توت لي زوكورونس دو اكس et comprimer, copier tous les éléments de P1 vers P2 et augmenter P1 pour tous les éléments différents de X. Donc, là, je vais vous dire, mais là, je vais vous dire, oui, juste, je vais vous faire une petite simulation, là, je vais vous faire comment je vais, je vais vous faire l'exécution à la main de l'algorithme, d'accord? Je vais vous faire une petite simulation, je vais vous faire مثلاً هنا 3 هنا 6 هنا par exemple 3 أنا لهنا بشنو مش نعمل هنا عاد بش نستعمل دو بوانتور A P1 P1 ولا P1 ولا مش عارف شو نستعمل هنا P1 دونك P1 وهذا P2 إيكال لل A دونك هذوما لي لي دو بوانتور نتاعنا اللي باش نخدمو بهم ان والبي 2 بي زوز ايل فون بوانتي سور لا بروميير كاز دو تابلو بي اش قال لي دونك في الواحد في ليكزارسيس نتاعنا دونك البي 1 حتىش نخلطو البي 1 باش يقعد يقدم البي 1 باش يقدم جوسكا كو بي 1 انفيريور A A plus N, donc 1 plus N, je vais mettre l'autre tableau. À chaque fois, je vais faire étoile P2 égale étoile P1. Donc, étoile P2 égale étoile P1. Quand je vais appliquer l'algorithme pour l'itération ou l'année, je vais faire le fort. Donc, je vais dire étoile P1 égale étoile P2. Donc, je vais dire étoile P1 égale étoile P2. Le cas est 13, je vais faire 13, je vais faire 13, je vais faire le chemin de tableau. D'accord? باش نجي نشوف شنو نلقى لهنا قال لي if ايتوال بي 2 ديفيرون دو اكس بي 2 يقدم داكوردو دونك انا لهنا مثلا بار اكزومبل الاكس نتاعي جو في بروندر اكس 15 داكوردو دونك الاكس نتاعنا الي 15 الايتوال بي 1 اللي هو 13 الي بلوتو ايتوال بي 2 اللي هو ايتوال بي 2 اللي هو قداش 13 الي ديفيرون دو 15 دونك باش يصير بي 2 باش يقدم دونك البي 2 ويمشي يولي لهنا بشي بي 2 باش يقدم للكاز هذايا داكوغ نكونوا كملنا ليتيراسيون الاولانيه هذايا عباره باش نقول لكم هنا باغ اكزومبل هذايا اي اي ايكال 0 معناها لا بروميير ايتيراسيون سويت لا دوزيام ايتيراسيون الثانيه اش عندي دونك شنو باش يصير فيها ايتوال بي 2 كيف كيف ايتوال بي 2 ايكال ايتوال ايتوال بي 1 دونك لهنا اول حاجه قبل اون فوا قدمنا البي 2 واش باش يصير زاد البي 1 زاد باش يقدم في الليتيراسيون جي البي 1 باش يقدم للكاز اللي من بعد اللي هي شنو باش يولي لهنا باش يولي لهنا البي 2 البي 2 لهنا وزاد البي 1 باش يقدم في قدمت البوكل ولينا في الدوزيام ايتيراسيون بي 1 والبي 2 شنو باش نعملوا دونك لهنا ايتوال ايتوال بي 1 قال قلنا plutôt étoile P2 égale à étoile P1. Donc, je vais faire le 15, 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 je vais faire donc là, 13, le P1 ou le P2 faire le 15, قدمنا البي 1 والبي 2 زاد زوز قدموا دونك باش نعملوا 15 ايغال 15 ما باش يتبدل شيء داكوردو دونك وين باش يصير الشانجمون لهنا في التو كيف لقينا الواحد دونك انا لهنا قلنا له اف ايتوال بي 2 ديفيرون دو اكس
دونك لهنا ماهيش ديفيرون دو اكس ايتوال بي 2 ايتوال بي 2 ايغال ا اكس دونك لهنا انا ليليمون ا سوبريمي اللي هو ال 15 وين ال بي 2 ايغال ا 15 دونك لهنا قد دونك اسكو اون فا انكريمونتي ال بي 2 دونك لا ال بي 2 il va pas être incrémenté اش في يصير دونك بي 2 مشي قد غادي واش يصير ال بي 1 ال بي 1 بويسك بوك الفور ديما تدور ال بي 1 مشي ولي يجي لهنا قدم بكعبه فهمت كيفاش ولا لي ديكالاش دونك البي 1 قدم بكعبه والبي 2 ما قدمش دونك كي تعاود البوكل الدور شنو باش نعملوا ما ايتوال بي 2 قال ايتوال بي 1 يصير اون فا اكرازي 15 هذه بال 12 بويسك بويسك البي 1 قدمت والبي 2 ما قدمتش دونك لهنا باش تولي 15 باش تولي قداش باش تولي 12 كوردو باهي ليتشي 12 نجي نرجع تاول الالغوريثم نتاعنا نجي نلقى اف ايتوال بي 2 ديفيرون دو اكس بويسك ولا 12 الكاز هذيك ولا ديفيرون دو اكس نعملوا لا بي 2 نقدموه دونك وين تولي البي 2 باش تولي تقدم لهنا داكوردو والبي 1 وين باش تمشي بي 1 باش تمشي للكاز هذي اللي هي 15 هي البي 1 هذي تجي بلوتو بي 1 هذي توالي شنو باش نعمل تو العاده ايتوال بي 2 يقال ايتوال بي 1 دونك 12 هذي il va être écrasé par 15 هكا ولي عملنا ليك اون لا اكرازي بار 15 ولي ايش يصير تو اش يقول لي معناها دونك ولات 15 دونك اش اسمها الوحده نتاعنا ايش يصير باش نجي نثبت في الكونديسيون نتاعي ايتوال بي 2 اللي ايغال اكس اسكو البي 2 باش تقدم ما تقدمش شكون يقدم دونك في كذا كان البي 1 دونك البي 1 وين باش تولي باش تتعدى للسيس كوردو باش نعاودو نعاودو نرجعو نعملو 2 ايغال ايتوال بي 1 وين وصلنا احنا لهنا وصلنا ل 15 دونك جوست ان انستون دوختنا لهنا هذه باش تولي ما قداش البي 1 باش تولي سيس ما هو اون مودي نعمل ايتوال بي 2 يقال ايتوال بي 1 دونك هذه قداش تولي 15 باش تولي 6 داكوردو ولات شي 6 اش نعملوا لها تولي 6 ولا ديفيرون دو 15 اش تصير لها البي 2 باش تقدم بكعبه هاو كمان نعملوا ديكالاج كيما هكا والبي 2 باش تولي لهنا لقينا شي 15 اخر كوالي 15 دونك شنو قبل ما انا لقينا نلقاو ال 15 دونك ديما نعملوا كيف نقدموا بكعبه باش نعملوا ايتوال بي 2 يقال ايتوال بي 1 دونك البي 1 اش باش يعمل باش تولي تصب التروا لهنا في بلاصة الكانس كوردو نكونو خلطنا لاخر التابلو دونك التابلو تاعنا يولي هاك 13 12 16 اي 3 في الاخر بالكل دونك بار كونتر انا قداش من 15 جي سوبريمي دو 15 و 15 دونك لي دو زيليمون هذوما زايدين ديجا خاطر ديجا استعملتهم هاكا ديكاليتهم لهنا هاكا كنشوفوهم 16 و 3 جو لي زي ديكالي لهنا فسخنا بهم لي دو 15 داكوردو دونك قداش ولا التايم تاعو التابلو تاعنا دونك لازم ينقص بدو زيليمون دونك هذاك اش عملت اون فوا كملنا لا نوفيل ديمونسيون دو ا اللي هي ال ان اللي هي بي 2 موا ا علاش بي 2 موا ا وين هي بي 2 اللي هو لهنا واقف لهنا موا ا قداش بي 2 هو مثلا في الكاذي اللي هو قداش باغ اكزومبل واقف وين معناها اخر اليمون معناها بويسك لهنا البي 2 ما قدمش مرتين دونك واقف معناها في التاي ريال نتاع خاطر هذوما 16 و13 مش باش ناخذوهم دونك في الكا نتاعنا دونك الان نتاعنا ايكال قداش قلنا 2 و ا واللي هي البي 2 ايكال قداش بي 2 بي 2 اللي هي ا مثلا في الكا نتاعنا هذايا بلوس ان موان 2 موان ا ايكال قداش ايكال ان موان 2 دونك هاي ولات لنا ان موان 2 الان ايكال ان موان 2 هي اللي هو النمبر دو شو اسمهم دو كاز اللي دونك فسختهم كنا نجمو زادا بيان سور بالنسبه لل ما نعرفش انا كنت نجم بار اكزومبل زاد بور فاسيليتي باش ما نقعدش نعمل هكا ان ايكال بي 2 موا ا اشاك فوا اللي نلقى اكس نعمل ان اوتر كونتور مثلا لهنا باش نسميه
نعرفش انا بسميه مثلا بار اكزومبل جي ويقدم اشاك فوا مثلا في الاخر بكل نعمل ان يقال ان موان جي اش معكم مرتين مثلا لقيت الاكس جي ولا في اثنين او كان نجم نعمل زاده كيف كيف معناه بور سامبليفي نعمل ان يقال ان موان جي دونك نومبر ديليمون لي سوبريميتهم في الاخر بكل جافيش دونك لو تابلو ريزولتا اسكو سي كلير سيت ميثود لا فهمت كيفاش دونك اشاك فوا tu معناها كيما قلت لكم تعمل تصب معناها هذه عباره ديكالاج فهمتني نعملوا سوبريسيون بار ديكالاج هذه معناها بار كومبريسيون بلوتو مش ديكالاج كومبريميو هل فهمنا مسيو اي سي كليغ وي سي كليغ اوكي مال باهي نتعديو تو لي بوانتور اي لي شين دو كاركتير بالنسبه لي بوينتور ليكزرسيس الاخرين مش باش سي ان بو معناها واحد بليت شويه مش باش نحكي عليه دونك اللي حاب يقراه وحده يقراه مي خاطر انا البيوت نتاعي لهنا في لي بوينتور لي شين دو كاركتير جوست باش نفسر لكم كومون لي بوينتور يل فون معناها فونكسيوني او نيفو دي شين دو كاركتير هذا جوست يمشي الجوريثميك اكثر منه معناها معناها فيه جوست اون استوس الجوريثميك اكثر منه واحد معناها لي ان بو كومبليكي فسرتها ماركت للجروب الاخر دونك لقى فيها ان بو ديفيكولتي donc je suis salho donc je suis zitna chay donc je n'ai faut بالنسبه للشين دو كاركتير je n'aime juste les trois hommes les trois exercices hommes juste je vais expliquer au niveau des chaînes de caractères les pointeurs comment ils manière ils fonctionnent ben écrire un programme qui lit une chaîne de caractères CH et détermine la longueur de la chaîne à l'aide d'un pointeur P le programme n'utilisera pas de variable numérique l'année manche باش نستعمل مثلا un compteur i ولا حاجه باش فهمت كيفاش معناها مانيش نحاول نستعمل حاجه نوميريك دو تيب انت داكور باش نطلع بها التايم تاع الشين وزاد معناها مانيش نستعمل لك لي فونكسيون دو شين دو كاركتير كيما اس تي ار لين اللي تعطينا ديريكتومون تاع الشين دونك لهنا لازمني نلقى ان ميكانيزم افيك لي بوينتور باش نباركوري بيه شين دو كاركتير ونطلع اللونغور من غير ما نستعمل حتى فاريابل نوميريك دو تيب انت ولا انسي دو سويت داكور بي Monsieur, oui. Je n'ai pas de repos à 4 heures avant la séance d'année. Mais tu n'as pas de temps, tu as le temps. Je n'ai pas de temps. احنا قدم يعني قدم زلنا وقت باش نكملوا انا ما بون مع انتم استنى تقراوا عندي غدوه نعرف استنى تنقول لك خنثبت في بالي خاطر احنا عندنا البروغراماسيون سي معناها قداش 4:30 في الجمعه جوست خنثبت في الامبلوا Juste un instant, un instant. B. Donc, un tour LGSI C. تقرا انتم تقراوا حاجه لا غدوه ولا شيء ثبت فيكم تقراوا ماتير اخرى كور مش تي بي اللي بعد دونك ال جي سي ان سي انتم سي ام اي هاي Est-ce que Prophète, comment elle a programmé une séance avec Fondement réseau, c'est parce que comme je crois qu'elle commande comme séance. Donc, qu'est-ce que
هذاك علاش قلت لك انا كان مانيش بون انا ظهري باش نكمل لكم الوحده هذيا اش اسمها السيري هذيا باش نقفوا حد كيما عملت للجروب الاخر فهمت كيفاش باش نكمل لي تخوا زيكزارسيس هذوما نتاع لي شين دو كاركتير واليوم باش نقفوا حد لهنا والسيونس الجايه باش نبداو كيما قلت لكم لي فونكسيون لي بروسيدور دونك غدوه غدوه هذيك هي غدوه باش نعملوا سيونس بساعه ونص باش نعملوا فيها نبداو فيها تو سكي فونكسيون اي بروسيدور مي اليوم هذاك علاش قلت لكم خنكملوا فرد ضرب اش قاده جوست تخوا زيكزارسيس نكملوا وكملوا على رواحكم روحوا على رواحكم داكوغ اي مسيو داكوغ خير من تقعدوا تاخذوا بوز وبعد نقعدوا نرجعوا فهمت كيفاش جوست نزلوا جوست تخوا زيكزارسيس نكملوهم ونكملوا نكونوا كملنا سيونس وغدوه نكملوا نبداو في السيري جديده فهمت كيفاش نبداو في لي سيري نتاع لي فونكسيون لي بروسيدور خاطر في الجمعه عندنا 4 سوايع ونص سي داكوغ والجمعه الجايه بيان سور ما تقراوش سي داكوغ بي احنا بريس كملنا ما عادش حاجه كبيره بي بين وصلنا دونك لهنا دونك بالنسبه لي شين دو كاركتير تاع سي كوا لي شين دو كاركتير هي ستان تابلو بلو دو كاركتير شنو هو الكاركتيرستيك نتاعو ان ا عندي بي معلش سي دي الكاركتيرستيك نتاعو اخر كاز اللي هي اونتي سلاش زيرو دونك سي ان تابلو Et la dernière case va donc va être l'anti slash 0 on a fait bien et les chaînes ont fait. Mais donc là, nous sommes à l'année. J'ai déclaré une chaîne. Je vois la chaîne, il y a CH, le cobre MTH 101. علاش 101 على خاطر انا لهنا باش نقول له اعطيني اون شين دو تاي ماكسيمال 100 كاركتير ال 1 هذاك الزايد باش جوست كان حد دخل 100 كاركتير هاك نخلي معناها اون كاز اونتي سلاش 0 فهمت كيفاش انا باش نقراو الجيت نتاعنا سي هاش باش نقراو الشين نتاعنا كيس كو جو في فير لهنا باش نعمل بوكل فور بوكل فور شنو لهنا باش نقول له بي ايجال سي هاش معناها لهنا باش نجي نحط بي كيما في التابلو بالضبط ها كي نقولوا سي هاش معناها راهو سي هاش راهي فيها لادريس دو لا بروميير كاز معناها هذايا الكاز الاولى راهي سي هاش الكاز الثاني اللي هي شنو سي هاش بلس 1 اي انسي دو سويت داكوغ بي جوست اسموني بلي ركزوا معايا في الحكايه هذه اكزومبل انا كي نحط له هكا برينت اف ولا بوتس مثلا سي هاش شنو يعملها لهنا سي هاش يلفا نو زافي شي شكون شين كاملة A B C D هكا ولا كي نحط له هكا بوت سي هاش بلس ان شي افيشي لهنا كيس كيل فا افيشي دونك في الكا هذا يغزروا لي بوت سي هاش بلس 1 عباره قلت له راهي الشين ما عادش تبدا من الكاز الاولى راهي ولات تبدا من الكاز الثانيه معناها عباره قلت له راهو لا سوشين هذايا سوشين بي سي دي داكوغ دونك نحط له بوت سي هاش بلس 1 كيس كيل فانوز افيشي بي سي دي داكوغ عباره دونك الشين نتاعك ولات تبدا معناها ابارتيغ دو سيت كاز لا داكوغ بي انا كيفاش باش نعمل تاو دونك لهنا انا حطيت مثلا شو اسمه البوانتور نتاعنا اي قال سي هاش نقعد نقدم فيه البوانتور حتىش نخلطو لوين حتىش نخلطو الانتي سلاش زيرو داكوغ يقعد يقدم حتىش يخلط الانتي سلاش زيرو اون فوا خلطنا الانتي سلاش زيرو في البوكل كوردو كيفاش باش نعرفوه التاي نتاع الشين نتاعي نتاع الشين اللي هي شكون البي بويسكو واقف لهنا في الكاز معناها اللي من بعد الدي الكاز هذايا معناها انت لهنا شكوني مع الكاز هذايا اللي هي سي هاش بلس قداش ان موانز ان هكا ولا بي ويمشي يقف في الكاز اللي فيها لونتي سلاش زيرو اللي هي سي هاش ايكال قداش لهنا ايكال سي هاش بلس بلس ان ها هاي الان نتاعي دونك حاجتي به دونك كيفاش نطلعوها من بعد
التايم تاع الشين اللي هي شنو؟ بي موا قداش؟ موا سي هاش. هي ايجالا قداش سي هاش موا سي هاش بلوس كيفاش يخرج لنا الان نتاعنا. دونك هذاك اش عملنا هاي. دونك عملنا اون بوكل فور بي ايجالا سي هاش ايتوال بي بي بلس بلس. بون هذا ايتوال بي حاجه جديد تعرفوا ايش شنو السينيفيكاسيون تاعها شنو معناها هذا اللي ركزوا فيها شويه هذا جو سيبوز ركزوا في الهدايا في ايتوال بي مي. مثلا انا عندي باش نعمل ان تيست كيما هكا اف ان ديفيرون دو زيرو داكور باش يعمل حاجه باش يعمل ان تريتمون مثلا اي بلس بلس مي هي بور سامبليفي ليكريتور شنو نجمو نعملو نجمو نكتبو هكا ديريكتومون اف ان ان معناها اف ان الي فري معناها إلي ديفيرون دو زيرو تكتب إف إن عبارة كتبت إف إن ديفيرون دو زيرو سي سي لا ميم سي لو ميم تيب ديكريتور. حاجة أخرى مثلا باش نحب نثبت إف إن إيكال إيكال زيرو مثلا إيكال إيكال زيرو كيفاش نسامبليفيو هذا ليكسبرسيون هذا نجم نكتب لهنا ديريكتومون إف نوت إن عبارة كتبت له إف إن إيكال إيكال زيرو دونك سي لا ميم إكريتور. دونك لهنا انا كي نكتب له في الشين دو كاركتير كي نقول له مثلا اف مثلا ايتوال سي هاش شو معناه اف ايتوال سي هاش ايتوال سي هاش سي لو كونتوني دو لا دو شاك كاز هكا ولا مثلا سي هاش تبدا لهنا باش تعطيني ا سي هاش تبدا لهنا باش تعطي بي سي دي دونك ماهمش ايتوال سي هاش لهنا دونك في لي كاز هما كل في الا والبي والسي دي Il est différent de anti slash zero. Il est anti slash zero et qui représente manière haja nul. Il est nul. Donc il colle if étoile ch. Manière ch. Rahi mahish le caractère rahu mahush anti slash zero. Qui t'ont le mathalan lehne if not ch. Je manière not ch. Manière rahi ch. Gala anti slash zero. Donc qui fait ça. Donc lehne le boucle mti. P ha le p égal à ch. البي اشاك فوا تقعد تقدم طون كل بي الي ماهيش نول طون كل بي ماهيش نول ماهي ما خلطتش الانتي سلاش زيرو فهمتوها توا هذه النوتاسيون هذيا اسكو سي كلير بلي ها وي مسيو جوست بور سامبليفي ليكريتور كنت نجم نعمل له زاد هكا باش معناها كنت نجم نعمل هكا سي ايكيفالونت اف ايتوال بي ديفيرون دو معناها طون كل ايتوال بي ديفيرون دو كاركتير anti slash 0 c'est la même chose d'accord c'est kif kif donc ناخذ نقدموا في البي في الاخر بكل شيء نقول له la chain اللي هي باش نافيشيها pourcent s est formée de قداش pourcent des caractères donc شكون هو النمبر دو كاركتير قلت لكم اللي هو بي موان اس سي هاش مون بي باش يبدا في الاخر بكل خلط السي هاش بلس ان كي نقص منه السي هاش يعطيني الان نتاعي d'accord donc هاكا pour tester توا باش نعطي مثلا اون شين دو كاركتير مثلا استيك دونك هايك لا شين استيك اي فورمي دو 5 كاركتير داكوغ بي اش قاعد قادو دو زيكزيرسيس écrire un programme qui vérifie sans utiliser les fonctions de la bibliothèque string si une chaîne introduite au clavier est un palindrome. On utilisera des pointeurs au lieu des indices numériques. Donc, maktar vous palindrome qui m'a été cram l'ol qui m'a été cram l'écher qui m'a fait l'année auto c'est un palindrome qui m'a été cram l'ol l'écher pierre n'est pas un palindrome à l'échelle qui dit déjà ثبت في البي ماهيش كيما الاو دونك لازم ديما احنا كيفاش كومون اون فا ترافايي مثلا باش نشوف الاو نثبتها مع اخر مثلا اول كاز مع اخر كاز من بعد ثاني كاز مع الكاز اللي قبل الاخر نسيت سويت علاش نخلطوا للنص كان تو لي كاركتير كي بعضهم سي بون يسرفي نلقاو كاركتير مش كيف كيف دو كاركتير مش كيف كيف دونك سي با بالاندروم مثلا لهنا باش نقارن البي مع الاخراني
مع الاو باش نلقى البي ماهوش كي الاو دونك ديريكتومون سي با ان بالاندروم داكور كوريكسيون تاعو دونك لهنا اش عملنا لهنا سي هاش 101 هذا التايم تاع الشين لهنا ايتوال بي 1 اللي هو شكون ايتوال بي 1 اللي هو لو بوينتور اللي بوينتي على اول الشين ايتوال بي 2 سي لو بوينتور كي فوا بوينتي سور لا فان دو لا شين و انت بالي هذا شنو سي اون فاريابل نيميريك معناها واحد اسمها لوجيك عباره بوليان باش يقول لي اسكو سي ان بالاندروم ولا اي سوفي لقيت دو كاركتير مش كي بعضهم البالي مثلا يولي ايجال زيرو دونك نعرفوا اللي هو ماهوش بالاندروم كان قعد ان راهو سي تان بالاندروم دونك لهنا شنو باش نعملوا باش نقراو الشين بتاعنا برينت اف دونك جيت سي هاش لهنا شنو باش نعملوا لازمني نقدم اعذر لي البي 2 لازمني نقدمه لاخر الشين دونك انا مثلا لهنا دونك هذا البي 2 نتاعي انا شو باش نعملو البي 2 نقعد نقدم فيه حتى نخلطو الاوتي سلاش 0 للبي 2 لهنا دونك البي 2 il va incrémenter incrémenter علاش نخلطو الاوتي سلاش 0 اون فوا خلطنا الاوتي سلاش 0 باش نخرجو من البوكل دونك هكا فور بي 2 ايغال سي هاش يبدا من اول الكاس ايتوال P2 tant que étoile, je m'en ai étoile P2 tant que étoile P2 il est différent de anti slash 0, le P2 il est quand il P2 plus plus qui a P2 donc il y a le al cas il fait anti slash 0, nous rejoignons le boucle mais oui, nous rejoignons la bête à ou le ni nous rejoignons qui rejoignons le boucle lui le P2 il y a d'un bonjour dans l'anti slash 0, mais elle a même je suis en train l'anti slash 0, mais je suis en mesure je n'ai pas de hache qui est le cas il y a le cas à des donc je n'ai pas de l'argent au cas نعمل P2 موا موا باش نقف على لا ديرنيغ كاس دونك P2 لازم يعمل P2 موا موا باش نرجع للدي اللي هي اخر كاس ما حشيش بيه لونت سلاش زيرو دونك P2 لازم يرجع لهنا داكوردو دونك هذاك علاش عملت P2 موا موا دونك هاي P2 موا موا باش نرجع للكاس جوست قبل اول حاجه باش نبدا قبل ما ندخل للبوكل نتاعي شنو باش نعمل باش نقول له هذايا الفاريابل البوليان قال 1 جو سيبوز كو سي تان بالاندرو بي البي 1 دونك البي 1 تاعي باش نحطه في اول الشين على اول الشين ما احنا بي 2 وين هزيناه هزيناه لاخر الشين هكا ولا بي 2 هزيناه لاخر الشين والبي 1 وين باش نحطوه على اول الشين دونك بي 1 ايغال سي هاش دونك وقتاش تتيق في البوكل وقت لي وين وقت لي البي 2 وقتاش يفوت البي 1 هكا ولا وقت البي 2 يفوت البي 1 معناها فوتنا الشطر نتاع الشين وقتها تيق في البوكل وشنو هو زاد كي نلقاو مثلا ان كاركتير مثلا في كيما في الكاذا ايتوال بي 1 وايتوال بي 2 ماهمش كيف كيف الا والدي مش كيف كيف زاد كيف كيف نقفوا نخرجوا من البوكل دونك سي با ان بالاندروم فهمت كيفاش دونك كي نلقاو دو كاركتير مش كيف كيف يوليو ماهمش واحد دونك طونك دونك البي 1 ايغال سي هاش مادام البالي شو معناها بالي معناها اذا كان هذه الفاريابل الي فري البالاندروم الي مازال قد 1 وشنو اخر والبي 1 الي انفيريور ا بي 2 اش نعملوا له البي 1 يقدم والبي 2 ينقص ينقص بواحد دونك شنو باش نعملوا في الاخر بالكل اذا كان شنو اذا كان ايتوال بي 1 لقينا ان اليمون دو زيليمون مش كيف كيف باش يولي الفالور نتاع البالاندروم تولي ايغالا زيرو دونك اون فوا ولي لقيناه زيرو كي باش نرجعوا للبوكل البالاندروم ولات نول دونك يخرج من البوكل داكوغ ما يكملش يسوفي نلقاو زوز دو زيليمون مش كيف كيف والا البي ان خلطت للشطر دونك نخرجوا من البوكل في الاخر بكل باش نتستيو على شكون على الفالور هذيك البوليان نتاع البالاندروم اذا كان ايف بالي شو معناه ايف بالي ايغال الي فري if pas livré, donc la chaîne est un palindrome. Sinon, je crois que la chaîne n'est pas un palindrome. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Bien, yes. Tawal 8, l'exercice l'akhrani, on kamlou khalikoum, donc tu m'chivra l'arwekoum, bé.
Écrire un programme qui lit un caractère C et une chaîne de caractères CH au clavier. Ensuite, toutes les occurrences de C dans CH sont éliminées. Le reste des caractères dans CH sera tassé à l'aide d'un pointeur et d'une fonction strcopy. Donc, l'exercice est là. On supprime une occurrence. On va supprimer comme un caractère machine, d'accord? Les occurrences de caractères, ils vont être supprimés. Donc, l'année, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je pense que nous sommes donc les pointeurs. Je vais l'exercice de devenir B. Mais il est beaucoup plus simple. Les chaînes de caractères, les fonctions dans les chaînes de caractères, ils sont le khedma. B. تعب نفسر لكم كومو سافا مارشي غنفسر لكم لهنا على البريون بعد نوريكم الخدمه بار اكزومبل لهنا بون جو سيبوز هيدي سي وهيدي دونك سلاش زيرو اي اوكي انا كيسكو جو في فير نبدا مثلا بار اكزومبل انا exemple, Andy, le caractère que je vais supprimer, c'est le C. Donc, le PMT, on a pu t'abdat qu'adam, le C. Une fois le PINA C, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier toute cette chaîne-là. Je vais copier à win. Je vais copier à l'hene. Je fais blast C. Donc, il y a des cols, il y a des cols, je vais faire. فهمت كيفاش باش هذه البارتي هذه الكل باش نهزها نحطها لهنا باش نعمل العباره ديكالاج كلها تتصب فوق السي داكوردو السي دي والسي والواحد الكل باش نجيو ديكاليهم ونصبوهم نفسخوا بهم الشان هذايا دونك شنو باش تولي الشان نتاعنا كي نعملوا لها ديكالاج دونك كيف هذا كله باش يمشي لهنا باش تولي معناها باش تولي هذه شنو باش تولي هذه دي وهذه سي والانتي سلاش زيرو باش يفسخ السي دونك تولينا هكا انتي سلاش زيرو دونك هكا تفسخت السي داكوغ جيت كملت باركوري لقيت السي نتاعي هذايا داكوردو دونك شنو نعمل الشين هذايا باش نصبها لهنا دونك تولينا لهنا الانتي سلاش زيرو باش تاخذ بلاست السي دونك لهنا باش تولي لي الانتي سلاش زيرو دونك الشين نتاعنا هاي كتولي A, B, D خاطر هو هذوما لي دو انتي سلاش زيرو هذوما الاخرين ما فهمتيش فيهم انا إل سوفي لقيت اول انتي سلاش زيرو معناها وفات الشين نتاعي داكوغ دونك هذوما الزوز الاخرين ما فهمتيش فيهم داكوغ إل فون ما عندهمش حتى سينيفيكاسيون جوست دوب ما نلقاو ان انتي سلاش زيرو معناها سي نوت كو نوتر شين سي بون إلي فيني داكوغ دونك هذي كيفاش باش تصير الحكاية مي كيفاش باش نعملو باغ اكزومبل في الكا هذايا سي وقلنا البي ام تاعنا هنا واقف شنو باش نستعملو باش نستعملو فونكسيون اس تي ار كوبي نستعمل اس تي ار كوبي كوبي شين دونز اون اوتر شين داكوغ انا بويسك البي ان انا قلت لكم لهنا البي ان كي تبدا واقفه لهنا على سور سيت كاز لا هي شنو لهنا هذه الشين ديستيناسيون وهذه الشين سورس الواحد بتاعها سورس معناها تشين ديستيناسيون سورس معناها باش تصب هذه في وسط ديستيناسيون باش تصب هذه في وسط هذه دونك كوني الشين باش نصبوا فيها الواحد بتاعنا اللي هي هذه هذه اون فا لا رومبلاسي اون فا لا رومبلاسي باغ كي باغ هذه دي سي وانسي دو سويت دونك شكون الشين هذه اللي تبدا بالسي اللي هي يبوانتي عليها البي دونك بي 1 لا سوشين اللي هي اسمها بي ان ويسك البي ان ملول يبدا لهنا نقول لكم كيفاش نعملوا سوشين مثلا البي ان في الكام تاعنا هذايا لهنا ايكال قداش البي ان ايكال مثلا سي هاش بلس 2 كوالي دونك الشين هذايا سي هاش بلس 2 اللي هي شكوني اللي هي لا سوشين هذه تبدا من سي داكوغ دونك البي ان باش نغرومبلاسيوها باش بالشين اللي من بعدها معناها بالسوشين اللي هي تبدا بالدي اللي هي شكوني بي ان D'accord, c'est tout. C'est le remplacement. Donc,
لهنا جو في لير ان كاركتير كو جو في سوبريمي بون لهنا نستعمل هاوك الجيت شار اون فونكسيون اسمها جيت شار اللي كيف كاين عملت سكاني في بورسونسي وقريت الواحد هذا جيت شار تقرا لك ان كاركتير جيت شار سي اون فونكسيون حاضره تقرا ان كاركتير باش نصبو في وسط السي سي الكاركتير اللي كو جو في سوبريمي انسويت البي هكا بديت P égal à CH, là, je ne sais pas si je le while, bon, kif kif, mais je ne sais pas. While, donc, étoile P, donc, tant que le P, je ne sais pas si slash 0, P qui va parcourir la chaîne. If, étoile P égal à C, je ne sais pas si je le sais, le caractère que je vais supprimer, je ne sais pas si je le contrôle. STR copy, le sous-chaîne a dit qu'elle tape à partir de P, je vais l'écraser avec le sous-chaîne libade, l'étape de P plus 1. D'accord? C'est l'écrasement donc du caractère. Ou je n'aime aussi, non? Je P plus plus. Oui, il y a un peu de temps. Fait le chrbe, le printemps, la chaîne résultat. D'accord? Bon, ok, ok, je vais l'exécuter. Par exemple, je n'ai pas la chaîne stick, par exemple, avec S. Caractère MTI que je vais supprimer au S, maintenant. Donc, il y a ITIC, ou est le sous-chaîne MTI. D'accord? Donc, on nous amène au niveau de cette séance. Inch'Allah, qui m'a dit qu'on me redoit, donc, on a une séance de 1h30. On a dans ma groupe C. Donc, à partir de qui m'a à partir de 13h jusqu'à 14h30, d'accord? Nous avons donc le prix, nous avons fait les fonctions et les procédures, d'accord? Merci de votre attention. Donc, donc la visioconférence, je vais vous montrer comme je vais vous montrer comme je vais vous montrer sur Google Classroom, je vais vous montrer comme je vais vous montrer. Je vous invite à répéter les séries. Merci, monsieur. Inch'Allah. Aïe, filamène. Arkoum taïb.